صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. ونضل نقول وايد زين، ونضل نقول وايد زين، صيف البحرين يا عين يا عين، صيف 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 البحرين. إبداع الإنسان ليس له حدود، فالإنسان استطاع من خلال إطلاق طاقاته الإبداعية أن يحقق المستحيل وينجز المستحيل، ومن هذه المستحيلات إنتاج مادة فنية إبداعية باستخدام مواد مثل الخشب أو الطين في بناء البيوت أو المجسمات أو المباني المختلفة، وورشة كيف أصنع من الخشب اللي احتضنتها خيمة صيف البحرين لهذا العام حرصت على تحقيق هذا الهدف. ورشتي هي إعارة تدوير الخشب، وشلون نستفيد من الخشب التالف لقطعة جميلة فنية تطلع. حالياً يوم أول يوم وفي إقبال على الورشة، يعني حابين يتعلمون شلون يطلعون إبداعاتهم بالخشب. طبعاً هي الخشب مثل ما تقولين قياس، نلتزم بالقياس، شلون يقصونه ويحاسبون على الأمن والسلامة يدهم وأنه ما يجرحون روحهم كذي يعني. والله ممتازة يعني أنه هي يثقفون فيها الأطفال ويعطونهم تشجيع أنه تصير عنده مهنة يتعلمها إذا كبر. في خطوات بسيطة تحولت هذه القطع الخشبية على يد هؤلاء الفنانين الصغار إلى أعمال ولوحات فنية رائعة تجسد الإبداع والتميز اللامحدود اللي يتمتع به هؤلاء الأطفال الذين سيكونون بإذن الله بناة المستقبل وأحد لبناته الإبداعي. ورشة عمل ذاكرة الخط للمدرب محمود الملا، تحفز هذه الورشة الأطفال المشاركون لاكتشاف جمالية الأحرف العربية مع الألوان الذين يمزجونها بنفسهم. الورشة تستقطب الأطفال من عمر 8 وحتى 15 سنة. والله السنة يعني شاركت في الأسبوع الأول من هذه الفعالية والأسبوع الأخير اللي هو هذه اللي هو ذاكرة الخط الحين. فالحمد لله كانت تجربة حلوة حق الأطفال، نبذر فيهم بذرة حب الفن. تعرفين الحين في هالوقت كله شغلاتهم التلفونات والأشياء هذه اللي كلها أشياء إلكترونية، فنحاول نجذبهم حق التلوين اليدوي ونخلط لهم الألوان وينبهرون خلط الألوان، فهذا شيء حلو نغرس فيهم هذه البذرة. ذاكرة الخط، احنا سميناها ذاكرة الخط، اخط لهم اساميهم بالماجيك كلر الاسود، وبعدين اخليهم يختارون اللون اللي يعجبهم على الاقل لونين، فاخلطه لهم بالبروش، وبعدين اذا هي مع اختها الصغيره فنطبق الاوراق مع بعض ويطلعون بشكل حلو. فيعني نحاول نسوي لهم لفت نظر حق الالوان وحب الالوان والشغل اليدوي اللي هو هذا اهم شيء. Thank you.
قدمت خيمة نخول مجموعة من العروض الشيقة بالإضافة إلى احتوائها على زوايا وفعاليات متميزة لاقت تفاعل كبير من قبل المشاركين، من أهمها دكان الساحر. دكان الساحر تميز باحتوائه على مجموعة كبيرة من الخدع السحرية والبصرية واللي قدمها الساحر البحريني وليد، سواء في الدكان نفسه أو في العروض اللي تم تقديمها على مسرح خيمة صيف البحرين واللي لاقت الدهشة والاستمتاع من قبل الحاضرين. طبعا هاي دكان الساحر مختص في شنو؟ بيع الالعاب الخدع السحريه والبصريه حق الاطفال والكبار. طبعا يجون هني الاطفال يشترون وهم نعلمهم بعد، والحمد لله يعني مستانسين وسعيدين بالالعاب اللي انا جايبها المتواجده هني في نخول. طبعا صيف البحرين عندي 9 عروض قدمتها، باقي الحين عرضين، اخر عرضين بقدمهم ان شاء الله. عندي مسابقة الساحر الصغير، هي كل أسبوع من يوم الأثنين والعروضات يوم الخميس. يعني ما شاء الله إقبال كبير جدا من ناحية العروض اللي أقدمها على المسرح خصوصا الأطفال، فنشوفهم يعني ما شاء الله متكررين يعني زيارتهم هنا خصوصا على العروض اللي أقدمها، والحمد لله مستانسين. يعني صيف البحرين هذه الحين رابع مشاركة لي، وكل ماله يعني في تطور إلى الأحسن.